انا عندي استعداد ان انا اهين اي حد غلط فيا. بصي انا لساني اطول مني، بس انا مش هنزل مستواه للناس ملهاش اي لازمه. ده العريس اللي العروسه قالت له انت اعظم اختياراتي. انا بجد يا جماعه مش عارف هو بيتكلم كده ليه بصراحه، يعني انا بتعصب وممكن اكون كمان بتعصب اكتر منه، بس لما بطلع قدام الكاميرا ببقى سو كيوت يعني. ببقى عادي يعني، مش بتكلم بالطريقه اللي هو بيتكلم بيها دي. بصوا هو من حقه ان هو يغضب تمام، ولكن يعني اتمنى ان هو كان يكون في الفترة اللي جاية يعني اهدى من كده بكتير. يعني طبعا ليه كل الاحترام والتقدير، وليها كل الاحترام والتقدير. تعالوا نسمع ايه اللي حصل منهم ونرجع ليكم مرة تانية. اشتم اي حد وعيل ادب على اي حد عشان خاطر انا ما غلطتش في حاجة، وهي برضو ما غلطتش في حاجة. هو سند في الحياة، وهو فعلا وما زال وهيكون اعظم اختياراتي وانتصاراتي في الحياة، ما اقدرش استغنى عنه اصلا، روحي فيه بجد. ده كان رد العريس والعروسة اللي كلنا شفناهم النهاردة، ولناس كتير جدا منكم اتريقوا عليهم. ياريت بقى يا جماعة نتهد ونتبط وما نغلطش كده في الناس المحترمة عمالة على بطال. بجد دي بقت حاجة مقرفة، انا بقيت اتقرف لما اشوف حد بيغلط في حد ما عملوش حاجة. احنا ممكن ننتقد، ممكن نقول ان ده غلط، ولكن مش نغلط ونشتم بالاب وبالام. صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟